امبارح كان الدوري الانجليزي مولع امبارح. صباح الخير عليك يا دينا، بصبح عليك وبصبح على كل مشاهدينا في كل مكان. اهلا بيكم حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. امبارح محمد صلاح كان متالق جدا في مباراه القمه في الدوري الانجليزي مع مانشستر سيتي، وسجل هدف من ركله جزاء، وكثير من المحللين الانجليز شايفين ان محمد صلاح على مستوى عالي جدا من تنفيذ ركلات الجزاء، اتطور بشكل كبير جدا وبقى بيسدد الكره بمهارات عاليه. واضح جدا الفرق الحقيقه بالمناسبه، يعني الموسم اللي فات كان بيعتمد في تسديد ضربات الجزاء على القوه فقط، لكن دلوقتي بقى في مهارات، بقى في تكنيك كده في تسديد ضربات الجزاء. من صلاح لتريزيجيه ونني واللقاء المصري الخالص في بلاد الضباب ما بين ارسنال واستون فيلا، واللي شارك فيه النجمين المصريين بشكل اساسي. تريزيجيه تالق بشكل واضح جدا وسجل هدف احتسب لصالح مدافع ارسنال ساكا، هدف في مرماه. وكمان النني في الفترة الأخيرة الحقيقة بيتمتع بثقة الجهاز الفني بقيادة المدير الفني أرتيتا، وبقى لاعب مهم ورئيسي وأساسي بينزل فيه التشكيلة. وكمان في أحد المباريات بدوري أبطال أوروبا حمل شارة القيادة. من بقى النجوم المحترفين في الدوري الإنجليزي نروح لأحمد حسن كوكا، واللي بيشهد فترة توهج وتألق كبيرة جدا مع فريقه أولمبياكوس اليوناني، واللي سجل هدف هو كمان امبارح، هدف في مباراة فريقه في الدوري اليوناني، وحانه بيشهد تطور كبير هو كمان في الفترة الأخيرة. ما شاء الله مشرفينا. وكمان بالمناسبة المحمدي هو كمان متألق خلال الفترة الأخيرة. طبعا يا دينا عايز أقولك إن احنا في انتظارهم، لأن هم خلاص جايين عشان مباراة مصر وطوب يوم 14 ذهاب و17 العودة، فاحنا في انتظارهم بقى، لأن يعني حاجة تشرفنا مبدئيا وجودهم، وبالتأكيد وجودهم هيكون فارق مع المنتخب. انا بحس ان وجود النجوم العالميين مش بس تشجيع لباقي اعضاء الفريق يعني وقوته ومهاراته، لكن كمان لمصريين انهم يشوفوا النماذج اللي بترجع بلدها في الاوقات اللي زي دي تعمل حاجه بقى بروح تانية. انا متاكده انك لما بترجع بلدك تشتغل في ملعبك بقى انت بتعمل حاجه بروح واحساس تاني. صحيح، بتبقى رساله كمان للفرق المنافسه والفرق اللي قدامك، بيبقى عارف ان الفريق بتاعك فيه محترفين بره، فبرضه بيبقى خايف منك. يعني نتمنى التوفيق يا رب، وصباح الخير عليك يا شاذلي.